بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المخرج من الفتن. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يشرفنا حضور فضيلة الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء. والشيخ غني عن التعريف، له باع طويل في تدريس العلم والخطابة وتعليم الناس وتوجيههم، وليس موقفي موقف تعريف بالشيخ، ولكن تقديم بسيط لأترك المجال للشيخ ليحدثنا بكلمة توجيهية عن كيف يتجنب المسلم الفتن، وكيف ينأو بنفسه عن المهالك. فأترك الميكروفون للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر للقائمين على هذه المؤسسة النافعة بإذن الله، أسرة التعليم والطلاب، جميع إخواني المنسوب هذه المؤسسة المباركة. أما الفتن عاذنا الله وإياكم منها، فالمراد بها الشبهات التي تعرض للناس أو لبعضهم، الشبهات التي يزينها شياطين الإنس والجن ليضلوا بها الناس. والفتن على قسمين: فتن شهوات وفتن شبهات. أما فتن الشهوات فهي فعل المنكرات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والمخدرات، هذه شهوات، لأن أكثر النفوس تشتهيها. وأما فتن الشبهات فهي أشد وأعظم. فتن الشهوات هذه تؤثر في الأخلاق والسلوك، أما فتن الشبهات فإنها تؤثر في العقيدة، فهي أشد من فتن الشهوات. ولأن فتنة الشهوات يمكن للإنسان أن يتوب منها، لأنه يمارسها وهو خجل ويعرف أنه مخطئ، ولكن غلبته شهوته فوقع فيها فهو قريب إلى التوبة والندم، خلاف فتنة الشبهات فإن صاحبها يرى أنه على حق وأن الناس على ضلال، فلذلك لا يتوب منها، قل أن يتوب منها، لأنه يرى أنه على حق وأن غيره على باطل. وهذا هو الحاصل الآن من هذه الفتن التي ظهرت على الناس باسم الجهاد في سبيل الله وباسم الشهادة في سبيل الله، وهي في الحقيقة إنما هي جهاد في سبيل الشيطان، وهي في الحقيقة قتل للنفس التي نهى الله عن قتلها إلا بالحق، وليست استشهادا وإنما هي انتحار، قتل للنفس. ومن قتل نفسه فإن الله توعده بالنار. من قتل نفسه أو انتحر فإن الله توعده بالنار، فكيف يسمى هذا الشهادة وهو من أهل النار؟ الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، يقتل، ما يقتل نفسه، يقتل، يدخل المعركة يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فيقتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ما قال يقتلون أنفسهم، قال يقتلون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله. الذي قتل نفسه هذا ما هو في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. إنما المجاهد الذي يريد إعلاء كلمة الله يجاهد الكفار، ما يقاتل المسلمين، قتال المسلمين حرام، وإنما يقاتل الكفار الحربيين. أما الكفار المعاهدون والمستأمنون وأهل الذمة فلا يجوز قتالهم ولا يجوز قتلهم، لأنهم عصموا دماءهم بالعهد والأمان ودفع الجزية، فلا يجوز الغدر بهم وقتلهم. لكن الكافر المحارب الذي أعلن القتال، الذي أعلن الحرب على المسلمين، هذا هو الذي يقاتل. وإذا قتل المسلم في هذه الحرب فهو شهيد، أما إن قتل نفسه فهو من أهل النار حتى ولو كان يجاهد الكفار، بدليل أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، وكان في إحدى المعارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب الصحابة بشجاعته وتتبعه للكفار وقتل الكفار، فقال الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. قال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة: كيف يكون من أهل النار وهذا فعله في الجهاد؟ شق ذلك عليهم. واحد من الصحابة تابع هذا الرجل ليرى ماذا يحصل منه، تابعه في المعركة، فصار يصول ويجول، فأصابته جراحة، فلما تألم بالجراحة أخذ السيف ووضعه على الأرض ورفع ذبابة السيف وتحامل عليها حتى شق نفسه نصفين ومات. فقال الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أنه من أهل النار، فكانت عاقبته أنه انتحر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما قتل نفسه تحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فالذي يقتل نفسه حتى ولو في المعركة مع الكفار يكون من أهل النار، أما إذا قتل في سبيل الله هذا شهيد، هذا يعتبر شهيدا. لكن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الفتنة لم يسألوا العلماء ولم يتعلموا، وإنما هم انعزلوا عن المسلمين وعن العلماء وخلوا إلى أناس من طواغيت البشر، لقنوهم هذه الأفكار وغسلوا أدمغتهم، فخرجوا على الناس بهذه الظاهرة والعياذ بالله، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين وينسفون المباني، يفجرون في الشوارع، يقتلون الصغير والكبير والذكر والأنثى والمسلم والمعاهد والذمي والمستأمن بسبب هذا الفكر المنحرف. وهذه عاقبة من مال إلى أهل الشر ودعاة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن في آخر الزمان، فسئل عنها قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها.
وهذا الواقع الآن يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لما انحازوا إلى هؤلاء الدعاة الضلال قذفوهم في النار والعياذ بالله، وكل يشمت بهم وكل يبغض فعلهم، حتى الكفار فضلا عن المسلمين ما أحد يرضى فعلهم أبدا إلا من هو مثلهم ومن شاكلتهم. فالحقيقة أن هذه فتنة عظيمة يجب على المسلم أن يتبصر فيها، وأن لا يستعجل، وأن يسأل أهل العلم ويسأل الله العافية، ولا يثق من الناس بدون معرفة حقيقتهم، حتى ولو تظاهروا بالخير أو تظاهروا بالعبادة أو تظاهروا بالغيرة على الإسلام، لا يثق منهم حتى يعرف حقيقتهم ويعرف استقامتهم على الحق. أما من تظاهر بالحق والخير وهو مجهول فهذا نحن لا نستعجل بأمره، نحسن الظن به لكن ما نمنحه الثقة حتى نعرف حقيقته وسلوكه وسيرته. فما حصل ما حصل إلا بسبب إحسان الظن بكل الناس من غير روية ومن غير بصيرة ومن غير سؤال لأهل العلم وأهل العقل والمشورة. فلذلك وقعت هذه الشرذمة فيما وقعت فيه نتيجة لهذا التسرع وهذا الجهل، ونتيجة لمخالطة الأشرار والثقة بهم والركون إليهم والبعد عن المسلمين وعن علماء المسلمين. ابتعدوا عن الدراسة على في المدارس والدراسة على العلماء، ابتعدوا عن ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه. ابتعدوا عن والديهم وعن بيوتهم فوقعوا فيما وقعوا فيه. فالواجب على شباب المسلمين أن يتعظوا بهم، فإن السعيد من وعظ بغيره. فالواجب علينا جميعا أن نجعل من هذا الحدث عبرة وعظة لنا في المستقبل، وأن نلزم حدنا، نلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ولا نشذ عنهم إلى غيرهم من أهل الضلال. فإن اليهود والنصارى وسائر الكفرة ضد المسلمين، حكون لهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليهود والنصارى هذه موقفهم من الإسلام، لكن لا يظهرون هذا، وإنما يدبرون من أبناء المسلمين من يصبغونهم ويغسلون أدمغتهم من أبناء المسلمين، من أجل أن المسلمين يأمنون منهم ويثقون منهم وهم مجندون ضد المسلمين كما حصل تماما. فالكفار لا يباشرون الجريمة، وإنما يدبرون لها من أولاد المسلمين من يقوم بها بغسل فكره وتلقينه هذه الأفكار الفاتنة. فعلينا أن نحذر منهم ومن عملائهم ومن جماعاتهم، وأن نلزم جماعة المسلمين واجتماعات المسلمين في المساجد، في الدروس، في مجالس الخير، نكون مع المسلمين لا سيما في وقت الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن اليمان عن الفتن وأخبره عن وقوعها
قال حذيفة: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها حتى ولو أن تعض على أصل شجرة، ويأتيك الموت وأنت على ذلك. فإذا حدثت الفتن والانقسامات يجب على المسلم أن ينأى بنفسه، أن ينأى بنفسه ولا يدخل في الفتن ولا ينخدع بالناس، يبقى على كتاب الله وسنة رسوله. إن كان المسلمون لهم دولة من إمام وجماعة ينحاز معهم مع المسلمين، إذا لم يكن هناك دولة للمسلمين في بلده فإنه يعتزل الفرق ولو يبقى وحده. شوف، ولو يبقى وحده ناجيا بدينه ولا يختلط بهذه الفرق الضالة المضلة، فإنه لا نجاة له إلا بذلك. فهذا يدلنا على أن الفتن ستقع، وأنها سيكون لها سماسرة ومروجون، وأن المسلم إذا انعزل عن المسلمين إنه على خطر، يتلقفه أعداء المسلمين فيغسلوا دماغه ويلقنوه أفكارا شاذة. أما ما دام مع المسلمين فلن يستطيعوا، ما دام المسلم مع المسلمين فلن يستطيع الكافر أنه يتمكن منه، لكن إذا انعزل تمكنوا منه وأرسلوه قذيفة في نحور المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله فضيلة الشيخ هذه الكلمة الطيبة المباركة، ونترك المجال للأسئلة والاستفسارات، ونبدأ بالأسئلة الشفهية، الأولوية للأسئلة الشفهية مباشرة. فإذا أحد الإخوان يبغى يسأل سؤال مباشر تفضل يرفع يده حتى بس نعرف. تفضلوا، إذا حتى لو كنت كتبت سؤال، إذا تحب تلقي مباشرة يصير لك أولوية الآن. تفضل، ارفع صوتك شوي. ما يجوز للإنسان ينتحر لا في فلسطين ولا في غيرها، ما يجوز للإنسان ينتحر ويقتل نفسه لا في فلسطين ولا في غيرها. أما أنه يقاتل يحمل السلاح نعم، أما أنه ينتحر هذا ما يجوز. نعم. سؤال آخر. طيب، أقرأ سؤال من الأسئلة المكتوبة. فضيلة الشيخ، أيهم أشد خطرا، الذين قاموا بالتفتيرات أم الذين يحرضونهم بالفتاوى المضللة والنشرات؟ كلهم سواء، كلهم سواء، الذين يفتونهم مثله، لأنهم ما أقدموا على ما أقدموا عليه إلا بسبب الفتوى الضالة، فيكون من أفتاهم مثلهم والعياذ بالله، بل يكون قد يكون أشد منهم، لأنه قال على الله بغير علم، أشد منهم، لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال سبحانه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. وقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذين أفتوهم أشد منهم، لأنهم كذبوا على الله وقالوا على الله بغير علم. هذه ناحية. الناحية الثانية أنهم سببوا الجريمة، سببوا الجريمة، فلولا فتواهم ما وقعت الجريمة. نعم. سؤال آخر. فضيلة الشيخ، ذكرتم في أحد دروسكم أن الذين قاموا بالتفجيرات من الخوارج، فكيف يكونون من الخوارج وهم لا يكفرون بفعل الكبائر؟ من قالك أنهم ما يكفرون بفعل الكبائر؟ ما أقدموا على ما أقدموا عليه إلا أنهم يرون إن المسلمين كفار،
وأنهم يقاتلون. لو كانوا يعتقدون أن المسلمين على الإسلام ما قتلوهم، هم يرون أنهم كفار، بدليل أنهم أقدموا على ما أقدموا عليه. لو كانوا يعتقدون إسلامهم ما قتلوهم. وأنا في نظري أنهم أشد من الخوارج، لأن الخوارج أهل صلاة وصيام واجتهاد، وهؤلاء لا يرون في المساجد. ما هل أحد منكم يراهم يصلون ويجون للمساجد؟ أبدا. ثانيا، الخوارج أهل صيام صلاة وعبادة، هؤلاء ما عندهم شيء من هالأمور، مختفين ما يدرى عنهم، مثل اللصوص مختفين، مثل الذئاب تختفي تريد الغدر. الخوارج ما يهدمون البيوت ولا يغدرون بالناس، الخوارج يبرزون علانية ويحملون السلاح علانية، يقاتلهم المسلمون علانية في المعركة، ما يجون للبيوت يقتلون من فيها من الصغار والكبار والنساء والأطفال والمرضى، والمستشفيات يقتلون المرضى فيها. الخوارج ما سووا مثل هذا، فهم أشد جريمة من الخوارج. نعم. في سؤال شفهي. طيب نقرأ السؤال من أحد الأوراق، وأحسن الله إليك يا شيخ، هل الجماعات والتحزبات الإسلامية المعاصرة لها دور فيما يحصل في هذه البلاد، وما نصيحتكم؟ نعم نعم، الشر أول ما يبدأ يعني يبدأ يسير ثم يتطور، فالانعزال عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى المذاهب الأخرى يسبب في النهاية يسبب هذه الجرائم القبيحة. والنار يقولون النار من مستصغر الشرر، أول شرارة ثم تصير نار محرقة تأكل الرطب واليابس. فلو أن شباب المسلمين هداهم الله، ساروا على المنهج السليم، على منهج الدعوة إلى الله والتوحيد والعقيدة وطلب العلم، ولازموا المشايخ والعلماء، ما حصل منهم ما حصل. لما انحازوا إلى الحزبيات وإلى الجماعات وإلى التفرق والاختلاف حصل ما حصل. ونخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يزيد هذا الأمر، ولكن لعل الله أن يهدي شباب المسلمين فيرجعوا إلى الصواب ويتركوا الحزبيات والجماعات والتفرقات، يكونون جماعة واحدة ويكونون حزبا واحدا، هم حزب الله وجند الله عز وجل. نعم. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، نلاحظ أن بعض وسائل الإعلام تحاول أن تحمل الإسلام والصحوة الإسلامية التي تنعم بها هذه البلاد مسؤولية ما وقع من أحداث، وهم يحاولون أن يستغلوا هذه الأحداث للنيل من الدعاة والعلماء والمؤسسات الخيرية في هذه البلاد، فما رأيك يا شيخ؟ الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا نحمل البريء جريمة المجرم، لا يجوز هذا. لكن نحن نحذر من الافتراق، نحذر من الاختلاف، نأمر بجمع الكلمة، ونأمر بملازمة المسلمين وملازمة أئمة المسلمين وجماعتهم، ونحذر من الحزبيات كما ذكرت لكم والتفرقات، هذا كنا نحذر منه من قديم، ونخشى مما وقع. فلعل ما وقع يكون موعظة، يكون موعظة للشباب أنهم يرجعون للصواب ويتركون الانقسامات والاختلافات والنزاعات، ويلزموا طريقا واحدا هو منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الأخلاق وفي العبادات والمعاملات، السلوك وكل شيء. نعم. تفضل. رفع صوتك. السلام عليكم. السيارات المسلمة كما هو معروف مقاومة، يعني أسبوع إقامة الإسلام إلا طريق الانتحار، لا الانتحار يا أخي ما يجوز، الانتحار ما يجوز. يقاومون ما في بأس، يقاومون أعداءهم والظلمة الذين اعتدوا عليهم، يقاومونهم بالسلاح، أما أنه يقتل نفسه لا، هذا ما يجوز.
الله نهى عن قتل أن الإنسان يقتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. لا يجوز الإنسان يقتل نفسه أبدا، لكن إذا قاتل وقتل فهو في سبيل الله، فلسطيني وغيره إذا قاتلوا الكفار وقتلوا فهم شهداء في سبيل الله. أما أنه يقتل نفسه لا، ما يقتل الإنسان نفسه مهما كان، ما في طرق يا أخي، في طرق أخرى، في طرق الجهاد حمل السلاح، في طرق الجهاد وحمل السلاح. نعم نعم، الكفار يفرحون بهذا، يفرحون أن نقتل أنفسنا وأننا ننتحر، يفرحون بهذا. نعم، كونك تبقى مجاهدا في سبيل الله أحسن من كونك تقتل نفسك ويستريح منك العدو. نعم، أنت كفيتهم المؤونة، قتلت نفسك. نعم، إن شاء الله يا شيخ. هناك دعوات تأتي من خارج هذه البلاد من بعض دعوات الضلال من بلد وغيرها، تنادي خير بيع أفكار هذه البلاد، تسميه بالقواقيت وتسمي علماء هذه البلاد، خصوصا في أسباب العلماء لأنهم من الله السلطان وأنهم لا يفقهون الواقع، فما حكم الاستماع لهذه الهؤلاء المغضين، وما حكم الجلوس مع الكفار من الشباب بهذه الدعوة؟ هذا هو اللي حذرتكم منه، وهذا ما هو بغريب على الكفار انهم يغزوننا بالافكار هذه يخربون شبابنا، هذا ما هو بغريب، ولكن على الشباب المسلمين ان يحذروا ويعرفوا عدوهم ويحذروا من هذه الافكار. لا تثق من كافر، لا تثق من مجهول لا تعرف حقيقته ولا تعرف عقيدته ولا تعرف دينه، ولو تظاهر، لو تظاهر بالخير والإسلام وأنت ما تعرفه لا تغتر به حتى تعرفه، تعرف حقيقته. أنا ما أقول لك تسيء به الظن، أحسن الظن بمن أظهر الخير، لكن لا تمنحه الثقة أبدا حتى يتبين لك صدقه وثباته. فهذه الأفكار هي نتيجة الثقة العمياء ونتيجة تقبل الدعوات المضللة. حكامنا ولله الحمد مسلمون، ما هم كفار، مسلمون موحدون، يدعون الله وحده لا شريك له، يصلون يصومون يقومون بأعمال الولاية على المسلمين، وإن حصل منهم معاصي المعاصي لا تصل إلى حد الكفر، ما هم معصومون ما يقع منهم خطأ، ولا هم معصومون ما يقع منهم معاصي. الرسول أمرنا بالسمع والطاعة حتى ولو حصل منهم معاصي ومخالفات ما لم يصلوا إلى حد الكفر البواح، إلى حد الكفر البواح. فلا نقبل هذه من الكفار، ولا حتى ممن يدعي الإسلام يدعي العلم. إذا كفر الحكام نقول له لا، قف عند حد المسلم، لا يجوز تكفيره عموما، فكيف بولي الأمر؟ قف عند حد. نعم، أي سؤال تفضل. الشيخ، ما هو الضابط من التحذير من المخالف؟ كثير من الناس يعني إذا رأى شخص أن فيه مخالف أو عليه مصير ينقل له هذا فيه وهذا فيه ويتكلم بمنهج، أنا أقول اتركوا الكلام في الناس، اتركوا الكلام في الناس، فلان حزبي فلان كذا فلان، اتركوا الكلام في الناس، ابذلوا النصيحة وادعوا الناس إلى اجتماع الكلمة وإلى تلقي العلم عن أهله وإلى الدراسة الصحيحة، إما دراسة دينية هذه أحسن أو دراسة دنيوية تنفع نفسك وتنفع مجتمعك. أما الاشتغال بالقيل والقال فلان مخطئ فلان مصيب فلان كذا، هذا ما فيه، هذا هو اللي ينشر الشر ويفرق الكلمة ويسبب الفتنة. إذا رأيت على أحد خطأ تناصحه بينك وبينه، ما هو بتجلس في مجلس تقول فلان كذا فلان سوى كذا، تناصحه بما بينك وبينه، هذا النصيحة. أما كلامك في المجلس عن فلان هذه ما هي نصيحة، هذه فضيحة، هذه غيبة، هذه شر. نعم، شخص من هو
لا، المنكر إن كان إنك من أهل السلطة، من أهل الحسبة، فأنت تنكر المنكر بيدك. إن كان إنك مالك سلطة فإنك تنصح وتعظ، ما بيدك إلا النصيحة والموعظة للمخطي، ويكون النصيحة سرية بينك وبينه وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. إذا كان ما تستطيع هذا فأنكر المنكر بقلبك فقط، ولا تتكلم كلام خطأ غير صواب، أنكر بقلبك ويكفي، واجتنب صاحب الشر، ابتعد عنه، لا تجلس معه. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم. نحن نرى ان نعرف بعض المشاور في الدراسه هذه، يعني درسوا معنا يعني وعاشوا معنا، فهم يصفون بشده للدين. يعني ما ادري هل بشده للدين يفضي عنه إلى الأعمال هذه اللي صارت الآن؟ نعم، تشدد في الدين يفضي إلى الشر، إلى تكفير المسلمين، يفضي إلى قتال المسلمين، يفضي إلى التفجير نتيجة التشدد في الدين. الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ويقول جل وعلا لمحمد صمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، كما أمرت، استقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو الغلو، لا تطغوا، بل يكون بالاعتدال بين، يكون الاستقامة اعتدال بين الإفراط والتفريط. فالدين ما هو بالتشدد، الدين بالاعتدال والاستقامة والصبر والحلم والأناة والأخلاق الطيبة، ما هو بالدين بالعنف والقسوة والشدة والغلظة، وهذا من الغلو. والغلو إذا جاء في الدين أفسده. الغلو في كل شيء يفسده، كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده، كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده. أنت لما تكثر من الأكل أما تصاب بالتخمة والمرض؟ كل باعتدال، اشرب باعتدال. الدين أولى أنك تأخذ الدين باعتدال، لأنك إذا زدت من الدين زاد عليك الغلو وخرجت من الدين. الدين ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ عن أناس أنه واحد منهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أصلي ولا أنام، الثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الدين اعتدال، ما هو الدين تشدد وغلو. الغلو يخرجك من الدين، الغلو يحملك على أن تقتل البريء وأن تسفك الدماء وأن تكفر المسلمين. الغلو لا خير فيه، ولذلك حذر الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. ها؟ الضابط أنك تعلم، تعلم على أهل العلم وتعرف إن شاء الله الضابط. تعلم العلم النافع وجالس أهل العلم وأهل البصيرة، وبإذن الله ستعرف الاعتدال. نعم. في أي سؤال؟ تفضل. أنا شيخ، في هذا الزمن جماعة إسلامية بالجماعة الأخوان جماعة أنصار السنة، والشيخ الإمام ابن باز رحمه الله عليه كتب بعض ملاحظات لجماعة الأخوان، لكن السؤال هو: هل هم أجنبيين؟ هل هم مأجورين على الجنة السلفية أن يكون أهل الجنة إن شاء الله الآخرة؟ المسلم إن شاء الله من أهل الجنة ولو كان عنده مخالفة. المسلم اللي لم يخرج عن الإسلام ولو كان عنده مخالفة من أهل الجنة، لكن نخشى أن المخالفة تتطور وتخرجه عن الإسلام، هذا اللي نخشى منه، لذلك نحذر من المخالفة. أما أننا نحكم على المخالف مطلقا بأنه كافر، لا، المسلم مسلم ولو كان عنده مخالفة، وهم من أهل الجنة بإذن الله.
لكن نخشى من المخالفة أن تتطور حتى تخرج الإنسان من الإسلام، هذا اللي نحذر منه. ولذلك نقول اترك الجماعات والأحزاب وخذ منهج أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ما ينجو إلا من كان ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط، والباقون متوعدون بالنار، منهم من هو كافر ومنهم من هو ضال يعذب بالنار بقدر ضلاله وجرمه. فمن خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو من أهل النار، يعني متوعد بالنار إما لكفره وإما لضلاله. نعم. طيب، نأخذ سؤال من العراق. وردت عدة أسئلة عن الجهاد في العراق ودور المسلمين حول نصرة إخوانهم أهل السنة في العراق. نعم، أهل العراق مظلومون بلا شك، ومعتدا عليهم، معتدا عليهم ومظلومون، فيجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم وعن أنفسهم وعن ذراريهم. هذا جهاد في سبيل الله، جهاد دفاعهم عن حرماتهم، هذا جهاد في سبيل الله عز وجل. وواجبنا نحوهم التعاون معهم بالمال، نمدهم بالمال، ندعو لهم بالنصر والتأييد، ننكر على عدوهم، ننكر على المعتدين، ونبين عدوانهم وشرهم، هذا واجبنا. نعم. ورد عدة أسئلة الشيخ عن حكم الذهاب إليهم والقتال معهم. هذا يحتاج إلى إذن ولي الأمر، أنت تحت ولاية ولي أمر وتحت طاعة والديك، فلا بد من الأمرين، إذن ولي الأمر وإذن والديك لك. نعم. في ساعة السلام عليكم شيخ، نعم، وصل الحال إلى الانعزال. ايش يقول؟ يقول: هل وصل الحال إلى الانعزال؟ يعني ينعزل الشخص. اللي يجد المسلمين ما ينعزل، اللي ينعزل هو الذي لا يجد مسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإماما. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أعمل؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها. أما إذا وجدت جماعة للمسلمين وإمام للمسلمين تكون معهم. نعم. طبعاً. نعم. أنا ما أنصح بقراءة الكتب، أنصح بطلب العلم على المشايخ، وما أوقع كثير من الشباب إلا القراءة الحرة اللي يسمونها القراءة الحرة هي التي أوقعت. أنا أنصح بطلب العلم على المشايخ، سواء في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، أو الدراسة على المشايخ في حلق العلم في المساجد. أما مجرد القراءة من الكتب هذه فيها خطر عظيم، إلا لمن كان متمكنا من العلم فهو يتزود من قراءتها. أما إنسان مبتدي فهذا لا يبدأ بقراءة الكتب، يبدأ بالطلب، طلب العلم. نعم. هذه الصلاة. لا لا، أنا بروح هنا. طيب، أجل نأخذ آخر سؤال الشيخ. نعم. طبعا. بعض الناس يسمع تقول العلم هل هذا يعتبر مسجد الدين؟ يعتبر إيش؟ بعض الإخوان، بعض الشباب يعني اللي يحاول يستهزئ بالعلم، هل هذا يعتبر مسجد الدين من الإسلام؟ نعم، يستهزئ بالعلماء وبالمسلمين، هذا يستهزئ بالدين. ولهم سلف من المنافقين الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فالسخرية من أهل العلم ومن أهل الدين هذا نفاق، هذا نفاق والعياذ بالله. نعم. يا شيخ، نسألك سؤال أخير. تفضل شيخ. أنت لا تنسى أن فيه ناس هالنفاق ما ودهم يقوم شيء للخير أبدا،
ومنها حلق القرآن، ودهم أنها تغلق، وسنحت لهم الفرصة لما جاءت هذه الفتنة قالوا هذه سببها حلق القرآن. هذا كذب، هذا ولا يجوز حلق القرآن، ما عرفنا عنها إلا الخير. ونوصي المدرسين في حلق القرآن أنهم يقتصرون على تدريس القرآن ولا يتكلمون في أشياء ليست من اختصاصهم، يقتصرون على تحفيظ القرآن فقط. نعم، لئلا يكون سببا للكلام فيه. لا لا لا، التشدد هو الزيادة يا أخي، التشدد هو الزيادة، أما التمسك هذا يسمى تمسك ما هو تشدد. نعم. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا نشكر فضيلة الشيخ صالح فوزان على وقته الذي أعطاه لنا، وأسأل سبحانه وتعالى أن يكتب هذا في موازين أعماله وأن يثيبه وأن يعظم أجره. وأشكر لكم أيها الأخوة أيضا حضوركم، وأأسف لعدم استطاعة قراءة جميع الأسئلة، لكن الشيخ قلب مفتوح للأسئلة سواء في بعد المحاضرة أو من يصلي مع الشيخ في مسجده أو يتصل عليه بالتليفون أو المشايخ موجودين يعني، أو المشايخ الآخرين أتحصرهم علينا أحال على ملية الشيخ. وفي ختام أيضا أشكر الكلية التقنية لاستضافتها هذا اللقاء، وأشكر الأخوان في كلية الاتصالات على تنظيم مثل العمل، وخص الشيخ عمر العمر، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.